سمير رئيس فريق نجاح بكاس. الصحافة المسيرة ونائب رئيس جمعية الملاعب. أضربنا البني أسلمه الشهادة التحريرية السيد عادل اليقين رئيس جمعية المهندسين بالمغرب. مختار أحد قدماء لاعبي المولودية. السيد شكيب بوحنا يسلم الشهادة التقديرية لرضوان بن جاية. تصفيقات لرضوان. عايز ادريس احد وطان احمد وطان. ومن يتذكر احمد وطان يتذكر الايام الزاهيه لفريق النادي الرياضي المكنسي. بطولنا صفقات لاحمد وطان والاخ طارق الضايف. الاستاذ محمد بن راعي. يا رمز حورها الاستاذ محمد. تاريخ نجاح الرياضي المكناسي في عناق حار وشهادة تقديرية للسيد عمر بن تلالة من السيد محمد بن الباحي. هذه ستبقى للذكر لغة التاريخ. بشرى كردود. المرأة المغربية التي حملت التحدي ورفعت التحدي وقادت مقابلات دولية تشرف مدينة مكناس وتشرف التحكيم المغربي. ويسلمها هذه الشهادة التقديرية الأستاذ حسن الإسماعيلي رئيس الهيئة الملكية المغربية للتايكواندو. طبعا شرف للمرأة المغربية وللسفارة المغربية الحكمة أستاذ عزيز الملكي يسلمها كأسا تذكارية داعين لها بالتوفيق في تحديات المرأة المغربية. هذه الشهادة التقديرية عماد تحمان الرحمن والمغفرة للوالد السيد الرياني. محمد كرناب شراق عبد العزيز. زيد السيد نشرق له سعيد زيد شوية. ودرع رمزية للأستاذ هشام يسلم مصطفى مصطفى غطاس. عين ثلاثة يا سيد. يلا مصطفى
هذا هو الملك اللي خلينا خطره الملكي عبد الله بن روش عبر القناع الالكترونيه هكا نور فيك هكا خويا هكا شوف عندنا الميدانيه الاخ الشيكي عبد اللطيف الشيكي عبد اللطيف يسلم الشهاده التقديريه للسلطان عبد اللطيف الدكتور مشكورا لتوفيره هذا البقاء السيد سعيد شنو أخو الأخ ديالو عادل عطار يسلم هذه الشهادة التقديرية للأخ شنو عيد سعاد أيتها الثاني ابن يسلمها الشهادة التقديرية عبد اللطيف شيكي شكيب وحرمة يسلم الشهادة التقديرية لعبد اللطيف شيكي السيد محمد أصابر علي الزهري يسلمه الشهادة التقديرية السيد علي الزهري تحية للأخ أصابر عن راديو مارس وجريدة المنتخب وشكرا للسيد علي الزهري خالد الأرحامي رمز الإعلام الوطني والدولي وحسب الأستاذ حسن إسماعيلي لتسليم الشهادة التقديرية للأخ خالد الأرحامي ويسلمه الأخ أصابر يسلم درعا تذكارية للأخ خالد الأرحامي عبد الحق شهاب العدسي سفيان الشرقي ثقافة ورياضة عبد اللطيف الزريني يسلم أحد خدماء لاعبي المولودية الأستاذ عبد اللطيف المختار الأستاذ المختار بن المدني شهادة الأستاذ محسن هندي يتسلمها نيابة عنه محسن الهندي يتسلمها نيابة عنه السيني ويسلمها الأستاذ أصابر يسلمها الأستاذ السيني ويتسلمها نيابة عنه الأستاذ أصابر نبيل حسكي كيفاش كنجي نقول لك؟ هاكا نبيل تحية للاعبين والمجهودات المبذولة عادل المساوي فليتقدم مشكورا مصطفى بطاس ويسلمه الشهادة التقديرية الأخ
حميد برديش. تحية لك مصطفى بطاس وتحية لك برديش. أنا أستاذ أنا أحسن حارس عن طريق البساتين هكا الإخوان هكا درع أحسن حارس هذاك مين هذاك ولاد دور 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 يوسف هنا هنا دكتور هنا يوسف الفورم مع بعدا صاحبي كتعطي بالظن صافي شحال زيد مالكي مالكي هادو عندنا خلاص جايزة نادي الإسماعيلية ويسلمها ويسلم الكأس السيد شكيب وحرمة يتسلم الكأس يسلم الكأس الأستاذ بن شراق عزيز للأخ شكيب أحسن فريق بطل فريق سيدي بوزكري فريق نونجي نموذج الأخلاق خلال هذا الدوري أحسن لاعب خلال عديد يتنازل عن الكأس ليسلمها للأخ عادل يقين ويتنازل للوالد وهكذا تكون الأخلاق النبيلة والروح الرياضية العالية نادي الإسماعيلية عميد فريق الإسماعيلية عميد فريق نادي الإسماعيلية حاتم البحراوي يسلمه الأخ الشيكي عبد اللطيف الكأس والميداليات والشهادات التقديرية ويسلمها الأخ الشيكي أحسن هدف دوري عن طريق الإسماعيلية حاتم بحراوي ويسلم السيد أوجيار محمد يسلم كأس أحسن هدف
للسيد حاتم البحراوي شكرا على جمالية الهدف. المرتبة الثانية حاتم دور عندي دور عندي المرتبة النجاح المكناسي عميد الفريق ورئيس الفريق المرتبة الثانية الكأس والميداليات والشهادات التقديرية. تفضل سي سمير. كامل مدير المركب الرياضي ميغا ستور لفريق نجاح مكناس. واش الجيل هادي عاوتاني هنيئا هنيئا. والكاس الذهبية يسلمها هاك عبد الطيف يسلمها الحاج الغويني بيدان مصطفى والاستاذ محمد بن راحل. الميدالية الذهبية والتتويج النهائي. بيدان يسلم الميداليات، الحاج غويني يسلم الشهادات التقديرية، والأستاذ محمد بن باحي يسلم الكأس الذهبية لفريق مولودية البرج. شكرا للاخ كبير على المجهودات المبذوله. خلصوا العين شاكر. خلصوا العين المالكي المالكي انا مع المولوديه. هنيئا صحفي على نجاح هذا الدوري. هنيئا لنا جميعا بهذا التتويج المتميز. حسن ولاء للبرج هذا الدوري تقليد حسن Yeah.